بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام غالية، أيام جميلة، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أحب الأيام إلى الله طول السنة، ننتظرها من السنة للسنة. وفاضل فاضل إيه؟ فاضل يومين ويبقى يوم عرفة، فاضل النهاردة الحد، فاضل بكرة، وأنا آسف النهاردة الاثنين، فاضل بكرة وبعده ونلاقي نفسنا يوم عرفة. جاهز؟ مستعد؟ مجهز دعواتك؟ رايح لربنا بتوبة، رايح لربنا بصدق، رايح لربنا بإحساس عالي، مقدر قيمة الأيام، مقدر غلاوتهم، فاكرهم، مركز مع الله، مركز في العمل الصالح، عايز تعمل الصالحات فعلا، بتجتهد ان انت كل حركة من حركاتك تكون فيها إحسان، بتحسن كل خطوة في الأيام دي. أنا بفكر كده، أنا بفكر كده، ونفسي ونفسي ربنا يقبلني كده، نفسي أروح إلى ربنا مركز قوي قوي قوي. الأيام دي غالية عندك قوي يا رب، فأنا ركزت فيها جدا جدا جدا. عشان كده بنعمل اللقاء ده يوميا، نجمد فيه عزمتنا ونفكر فيه نفسنا ونقوي فيه إرادتنا، وكل يوم نعمل فكرة، مرة نذكر مرة ندعي. النهاردة تعالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اتحرك في قلبي النهاردة مشاعر حب كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي احنا فيه ده من خير اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعب وعرقك يا رسول الله جاب أمة كبيرة عمالة بتفتكر العشر الأوائل، وكله بيستعد اليوم عرفة، وكله عايز يرضي ربنا. فضل النبي علينا كبير قوي. أنا عارف إن إحنا كلنا بنحب النبي، بس إن أنت ساعات تشعر إنك ممتن ليه قوي، متشكر قوي يا رسول الله، متشكر قوي، بحبك قوي يا رسول الله. أنا كل اللي أنا فيه، ثقافتي وفكري ورؤيتي وديني وإيماني وحركتي واختياراتي، كلها بسببك يا رسول الله. أنا منك، أنا زرعتك، أنا غرستك يا رسول الله. تعالوا نبدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على من علمنا الخير، اللهم صلي وسلم وبارك على من دلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على من بيده لواء الحمد يوم القيامة، اللهم صلي وسلم وبارك على من دلنا على العشر الأوائل، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيب الله، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيب الله، اللهم صلي وسلم وبارك على المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على من اصطفاه الله من كل الخلق، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد ولد آدم، اللهم صلي على حبيبنا، على حبيبنا، على حبيبنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الشفاعة، اللهم صل وسلم وبارك على من يسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم صل وسلم وبارك على من يكون رفقائه في الجنة أحسن أمته أخلاقا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، اللهم اجزي عنا رسول الله خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم صل وسلم وبارك على من يبلغه السلام فيرد علينا السلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا ندعي يا جماعة في هذه اللحظات الغالية. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، ويا أنت أكرم بنا من آبائنا وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، يا نور السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نتوسل إليك وقد اقترب يوم عرفة، خير أيام السنة، أحب الأيام إليك. اللهم إنا نتوسل إليك ويوم عرفة على الأبواب، أفضل الدعاء تستجيب لنا فيه هو يوم عرفة. نتوسل إليك يا رب، أجب دعائنا يوم عرفة، يا رب املأ قلوبنا بحبك يوم عرفة، يا رب أعنا في يوم عرفة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على صيامها، أعنا على الذكر، أعنا على قراءة القرآن. يا رب اجعلنا ندعوك يوم عرفة كأننا نراك،
اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين تحبهم ويحبونك. اللهم املأ قلوبنا نورا وإيمانا ويقينا وتسليما وإخلاصا ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وارضنا، ارض عنا وارضنا، ارحمنا واعف عنا واسترنا وأمننا واغفر لنا وعزنا ولا تذلنا واكبر بخطرنا وعوضنا عما فاتنا. اللهم عوضنا عن فترة الكورونا وفترة الوباء تعويضا في الرزق والسعادة والخير والعطاء. اللهم يا مجيب الدعاء ارحم من مات من أهلينا وأحببنا وقرايبنا في الفترة الماضية. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، من مات من أهلينا وأبائنا وأجدادنا نور قبورهم، وسع قبورهم، اشفي مرضانا يا رب، اشفي مرضانا ببركة هذه الأيام. اللهم أجري علينا في الأيام القادمة ويوم عرفة رزقا واسعا واسعا يمتد عمرا طويلا ببركة يوم عرفة. اللهم اكتب لنا أرزاق واسعة يوم عرفة، اللهم اكتب لنا إجابة الدعاء يوم عرفة. اللهم يا مجيب الدعاء كل من له عندك طلب أو رجاء أو أمنية، رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، نقسم عليك لا تنتهي هذه الأيام ولا يوم عرفة إلا وقد أجبت له دعاء. يا رب يا رب يا رب استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كملوا دعائكم وصلوا ركعتين بالليل واذكروا ربنا وأكثروا من الدعاء واستعدوا روحيا ونفسيا ليوم عرفة. انشروا هذا الفيديو عشان الناس كلها تستعد يوم عرفة. أنا معاكم مرتين في يوم عرفة لايف ستريم، بندعي الظهر وقبل المغرب، هنبلغكم بالموعد فاستعدوا ونلتقي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.